أنا رجل أعمل بالتجارة منذ 7 سنوات، وفي نهاية كل سنة كنت أقوم بجرد محتويات المتجر ثم أقوم بإخراج الزكاة، والآن عزمت على ترك هذا العمل وبقي لي ديون عند بعض الناس، فهل يجوز أن أتركها عندهم على اعتبارها زكاة أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. ترك الديون لا يجزي عن زكاة المال الذي بيدك. المال الذي بيدك لا بد أن تزكيه وتخرج زكاته منه أو من غيره مما تحصل عليه. أما الديون فإن زكاتها فيه. فإذا كانت هذه الديون على أناس موسرين وباذلين فإنه يجب عليك أن تزكيها كل عام سواء قبضتها أو لم تقبضها. أما إذا كانت الديون على معسرين وتخشى أن لا تأتي ولا تحصل عليها فإنه لا يجب عليك زكاتها إلا إذا قبضتها، زكيها لعام واحد إذا قبضتها. هذه الديون على المعسرين التي نعم يخاف من عدم الحصول قدرتهم. عليها نعم وعدم قدرتهم على التسديد. أما الدين الذي على ملي وقادر على التسديد فإنه يجب على صاحبه أن يزكيه كل عام سواء قبضه أو لم يقبضه. لو حصل اتفاق مع هذا الشخص المليء والمدين على أن يزكي هو عن هذا المال، هل يصح هذا؟ لا يكفي هذا، بل هو يزكي ويدفع صاحبه نفسه. الزكاة، نعم صاحب المال هو الذي يزكيه. نعم.